للمستقبل انا اتكلم، اتمنى اتحاد كرة القدم يعني يناقش هاي المسائل ويشتغل على هاي المسائل، مثل ما شوفنا اليوم قرعة يعني شغلة شيء ايجابي حلو. هو هذا الشكل اللطيف اللي طلع اليوم بالقرعة والحضور المميز والقاعة والترتيب، المفروض قبل شهرين ثلاثة صحيح. قبل شهر صحيح، حتى الناس تقول عم تعال شوف الدوري بقى على التنظيم. مش نريد احنا مو بس دائما ما نتكلم كل شوف هسه البرامج كل على الشغلات السلبية وعلى لان اكو اخطاء، احنا نريد نشوف شيء يعني يليق بكرة القدم بالعراق، يليق بداية دوري دوري قوي. فمن شاهد شغلة إيجابية لا نتكلم بها بالعكس ونبني ونأسس على الشغلات الصحيحة. فكنا اليوم أشادة بالتنظيم بالمكان حتى بعملية القرعة بالنجوم الأسماء المشكلة الوحيدة هي التوقيت كابتن. توقيت لا التوقيت إذا تجي على المسائل الفنية فهي مشكلة. نوروز لعبته ويا نفط البصرة بالبصرة إيه سداد يعني يسافر هسه نقدر. لازم هسه يطلع اي يعني عمليه صعبه من زاخو من كذا من الشمال تروح لاقصى الجنوب بالبصره. حتى المشكله مال نادي الديوان